السلام عليكم، صباح الورد. الساعة 6:40، اليوم السبت 7 سبتمبر. ما في غيوم، الحمد لله. الجو جميل، شبه صافي. هذه جارتنا زارعة طماط، سبحان الله. أظن إذا لو زرعت حصى هنا تطلع جبل. من الأرض زراعية. هذه جارتنا عجوز بليس. Good morning. هلو عجوز بليس، شلونك؟ مو جارتنا بعد، اللي تملك الشقق، بس لعينة. و النت اللي ركبتها 100% شغالة 100%. ما أدري اليوم يمكن نروح مكان منتجع، صار لنا فترة كذا نبغى نروح له، أو والله ما أدري، يمكن أطلع الدباب. هذا الدباب صار له يومين واقف ما حركته، يمكن أطلع وأتمرن شوي عليمي. الحين أنا مع أبو محمود بننزل تحت، لأن توني صاحي من النوم جوعان ميت من الجوع، فعلى الأقل بننزل تحت تريق. طبعا اليوم السبت ما في مدارس ولا شيء ولا حاجة، أحسن شيء للواحد يتمرن بالدباب. هذه هنا يا حليلها. طبعا ودي تشوفون الجبال أحسن شوي، هذا المنظر اللي أشوفه كل صبحية. ورود Hello, how are you? Good morning. ورود. هذا جيراننا قاعدين يشتغلون، ما أدري والله إيش قاعدين يقصصون. Hello, good morning. هذا بعد ورود زيادة. أي شيء تزرعه هنا يطلع، سبحان الله. سبحانك يا رب. جميلة، منطقة جميلة. شوف الفراشة هذه، خلني بشوف ابو محمود عشان نتحرك نمشي اليوم شوي نتمرن. طبعا يا شباب اليوم مشينا شوية برا المدينة، هذه مشيتنا المعتادة، بس زدناها شوي. طبعا البيوت هذه تشوفون شلون مبنية على نزلة جبال، جو تقدر تمشي طول اليوم ما تعرق.
هذا كله رز، المنطقة هذه كلها رز. هذا يا شباب منظر ثاني للجبل. هذا خوينا طبعا مسلم هو. السلام عليكم. You are shopping today? Yeah, I'm always been shopping. How are you? Alright. كيف حالك؟ Let's go. Alhamdulillah. Yes. Let's go there and let's talk. طبعا هذا بيته. هذا أرضه و عزمنا ألو على بيته. طب ننزل هو أمريكي عنده جنسيتين، عنده بزنس هنا. البزنس تبعه طبعا ما شاء الله تبارك الله، هذين قاعدين يغسلون هدوم على النهر. عنده بزنس، البزنس تبعه يبيع، أوكي، يبيع دبابات. هذه الدبابات كلها محجوزة عنده. طبعا يجون الناس يرهنون الدبابات، إذا ما دفعوا فلوسهم راحوا وباعهم. هذا بيته ما شاء الله تبارك الله. يس هذا ما شاء الله تبارك الله المطبخ، مطبخ صراحة يشرح الصدر. بعدين يطل على النهر. I didn't bring my shoes, I left it outside, but it's okay. وهذا النهر أبد، وين تطلع من مطبخك وتشوف لك
ما شاء الله تبارك الله منظر زي كذا. اوكي. بعدين عند هنا ما شاء الله تبارك الله مستودع. هو مهندس اساسا. مستودع لان هنا دائما ما تدري وش ينقصك. مسوي له مستودع ما شاء الله تبارك الله. سولار لايت احتياطي، لمبات احتياطية. مستودع جميل، بيت جميل صراحة. اوكي شباب بنعبر الكبري هذا الحين. طبعا احنا بنروح حق واحد اسمه استاذ ابراهيم. سيارة ما تقدر تعبر، لازم بالدباب على الكبري هذا، يا بالدباب يا مشي. فبنروح حق استاذ ابراهيم نشوف اذا يقدر يحل مشكلتنا. طبعا احنا مشينا الطريق هذا من قبل فندل الطريق. Hello, how are you? Good? مشينا الطريق هذا احنا من قبل. هذا احنا اظن بيته هنا هو قريب. ايوه الله بعيد شكله. طبعا يا شباب مرينا على واحد بيساعدنا يعني مع حقين البيئة لأنه يتكلم لغتهم، وهذه مدرسة بالصدفة يعني. هذه مدرسة طبعا تقدرون تشوفون بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يؤمن. طبعا هذه مدرسة كل اللي موجودين هنا في القرية بالصدفة، والله اني ما ادري بالصدفة، امر عليها كل يوم. وهذا الاستاذ اسمها مركز فيكان اكاديمي. تقدرون تشوفون المركز هذا الاستاذ هنا. على النهر، المكان جميل. إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا يعني عمل عبد الواحد. الحمد لله اجتمعنا مع الأستاذ عبد الرشيد والأستاذ إبراهيم. طبعا كلهم حافظين القرآن وقالوا إنهم يعني بيساعدونا، لأن في كانت إشاعات كثيرة على الحفر حقنا، فمعظم في ناس يعني بلغوا البيئة
على الحفر ان احنا قاعدين نبغى يعني منجم ندور ذهب ولا شيء ولا حاجه. واحنا والله اقول بنحط لنا كم من حبه خشب ندور لنا بيت. ف ممنوع يعني هنا ان الواحد يحفر الا باليد. هذه الحفاره طبعا وقفوها عن العمل في واحد استعملها في الجبل ويمكن غرموه مليون بيسو. طبعا هذه المدرسة كلهم اللي يشتغلون ما يجيهم راتب ولا شيء ولا حاجة. اللهم أن صدقة لله، اللهم أن صدقة لله، شغلهم صدقة لله. طبعا أظن بس يستخدمون فصل واحد والباقي كله مسكر. وهذا الغيم جاء الروتين، وإن شاء الله أنها بعد تمطر اليوم نعبي الخزان على الأقل نقدر نتسبح وننظف عمرنا. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أن مشكلتنا انحلت ونقدر نرجع نبني البيوت. هذا سيارة الأخت؟ لا الحمراء. ايوه. طبعا المدرسة هذه بانيها واحد سعودي اظن اسمه من الرياض، الشيخ نجيب سويلم او حاجة زي كذا، جزاه الله خير. وهذا ابد لازم تطلع الكوبري. ترجع على الجهة الثانية من النهر. طبعا اليوم السبت فكل رايح المنتجع اللي فوق مع الفندق. شكرا شكرا شكرا، جزاكم الله خير. Yeah, we will visit you. We'll come visit him. Inshallah. 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 Thank you very much. Thank you. أبد أبد. أول ما وصلت جاء علاوي، هذا هو، وديك الرومي والبط، لأن أعطيهم أكل أنا تقريبا كل يوم. خلاص بيدخلون في النهر كل يوم نفس الروتين. طبعا شوية شمس شوية كذا حارة اليوم، بس الحمد لله شرحنا وضعنا لل أستاذ عبد الرشيد وأستاذ إبراهيم، وإن شاء الله أنهم بينفعونا إن شاء الله بإذن الواحد الأحد بينفعونا بشغلة. هذا إحنا اليوم السبت طبعا، فهذه بوت بوت بعد جت. خلنا نشوف أغراضنا، لا أحد يشيلها. مكي راح يجيب لنا ماي. هذا علاوي مع مكي، طبعا صار حرامي
إلا يسرق الخبزة، إذا في يدك خبزة لازم يسرقها أبد، إذا شاف خبزة لازم يسرقها. يلا خلاص ما في شيء. اي لا لا خله يطلع، ابغاه يطلع. وين علاوي؟ وين راح؟ يلا تعال اطلع. فوت اوكي. هذه الغيوم جت ما شاء الله تبارك الله، اتوقع انها تمطر في الجبل. ودي تشوفون شلون يتغير لون النهر. طبعا هذا لون النهر الحين كذا بغمضة عين يتغير لونه، هذا لونه الحين ان شاء الله مع المطرة. هذا الرجال مستعجل. Hey, good afternoon. How are you? Hey, how are you? Hello, how are you? Hello. Oh, nice bike. So I guess it's raining up, so everybody's coming down from the mountain. Hello. Very friendly. مطر فوق في الجبل، فطبعا برد وشكله كلهم خلاص قفل الرحلة، قفلوا الرحلة وكلهم ماشي. هذا النهر خلني بحاول أعبر نقعة الماي هذه. لو هلو اوكي خلني بحاول اعبر ان شاء الله ما ازلق. فالمطرة هربت خلق الله كلهم. طبعا هذا طريق يروح فوق للجبل، ان شاء الله يوم اطلع فوق، بس خلني اتعلم على الدباب. شريت لي هلمت خوذه على اساس ما تدري وش يصير، احسن هنا الناس ما يلبسون، مع ان النظام يقول البس بس ما يلبسون. فانا ان شاء الله اكون لابسها طول الوقت احسن. هذا المعزة والخيول والنهر. منظر جميل.
فشفتوا لون النهر الحين بعد شوي ان شاء الله اذا امطرت باذن الله. راح تشوفون ما شاء الله الفراشات شيء عجيب عجيب عجيب. كل يوم الواحد يشوف حاجات جديدة. هذا البط مستانسين هذه الأرض إن شاء الله يوافقون ويقولوا لنا نرجع نشتغل فيها. سيارتنا هذي آتي وماما ونجي قاعدين يسالفون مع بعض. ما ادري ابو محمود وين راح بس يمكن راح المسجد. لا والله كان دخل في الارض على اساس انه يشوف وش المستجدات. احلى جو براد. هدوء. التقاعد حلو لان الواحد يقدر يسافر ويغير جو يشوف مناظر جديدة. في عندي واحد من أصحابي أول ما تقاعدت ليه قايم متأخر؟ قلت له أخي قمت الصباح شفت وجهي في المنظرة وقلت تدري تراك اليوم إجازة ورجعت نمت. وقاعد يضحك علي بس الحمد لله يعني الواحد يكون رئيس نفسه. بس الحين أقوم الفجر ما شاء الله تبارك الله لأن أبغى حبيت النهر هذا. أبغى بس أجي هنا وأجلس طول اليوم وأنا جالس هنا أحس كل تعب السنين في العمل كله ينزل يعني زي هالنهر هذا كذا ينزل يعني التقاعد يخلي الواحد فرحان ويملك يومه ولا يكون مستعجل مرتبط بالدوام. يعني كنت أخذ إجازة بالشهر بس ما تكفي. هذا الديك الرومي قاعد يتحرش في البط. هذا البط راجعين روتينهم اليومي أبد نفس الشيء. هذه فراشة بعد جميلة إن شاء الله ترجع إن شاء الله إن شاء الله. شوفوا شلون غيمت الدنيا. هذا الحارس حقنا علاوي وناسا وسعد صدر ان شاء الله اسجل لكم المطر بعد قريب.
طبعا يا شباب امطرت بس شطفة كذا خفيفة، لكن في غيمة ثانية جاية. صراحة المنظر حين طلعت الشمس منظر جميل. مرة ثانية لازم نعبر من هنا إن شاء الله بإذن الله ما نزلق. شوي شوي مكان جميل، هدوء، طبعا الجلسات هذه تقدر تستأجرها ب 150 بيسو. بعدين في نقطة هنا قدام قلافنون، طبعا رافعين الجدار هنا على اساس لو جاء السيل ما يتأثرون الناس اللي ساكنين في المنطقة هذه. هذا الشمس طالعة، في نقطة هنا رسوم إذا بتطلع للينابيع الباردة. طبعا شوفوا هذا الجدار، هذا على أساس أن السيل إذا جاء السيل ما يجي يضرب البيوت هذه المنطقة هذه. شوفوا قدرة الله سبحانه وتعالى شلون بس شالها الشجرة، شالها من فوق الجبل ووصلها إلى هنا. حتى الحجر هذا بس هم ردموا حجر زيادة. هذا أخو واحدة اسمها كيم، طبعا زوجها باني يمكن باني قصر تقدرون تشوفونه. هذه الدخولية الكبير 50، الطالب 30، السنيور 40، الأطفال 10. تدفع الرسوم هنا. وبعدين تطلع الجبل بعد ما تدفع الرسوم. أبغاكم بس تشوفون وش الحاجات اللي تنزل من الجبل، زي شجر البامبو هذا والشجرة هذه اللي تشوفونها قدامكم، هذه كلها نازلة من فوق الجبل. منظر صراحة جميل جميل جدا. هذا ما احب امشي واجد لان في مناطق هنا كلها عزكم الله كلاب وينبحون على الواحد فبعض الكلاب يخوفون الصراحة. بس لو تشيل حصايا تسوي نفسك بتحذفها عليهم
يسكتون يهربون. هذه الطريقة، هذا الحل أو الطريقة الوحيدة اللي شفتها. طبعا زي ما تشوفون زي ما تشوفون هذا ماي الشرب لا أزلق مرة ثانية. هذا واحد مكسيكي عايش هنا، وهذا ماي الشرب حقنا. مجرى الماء هذا يروح على طول تحت بيتنا. هدوء، ما عدا هالكلاب ذولي مزعجين اذا مريت وانت غريب ما يعرفونك يقعدون ينبحون عليك، هم خايفين اصلا. بس احلى شيء تشيل لك حبه حجر تسوي نفسك ترميها عليهم ويهربون. هذا ولد الامام هنا زين، طبعا عندهم خيول. والخيول هذه اذا جو يتزوجون ولا شيء يطلب منك حصان ولا يطلب منك جاموسة زين، فبيسبح بغسل الحصان. هذا عيال الإمام، اثنينهم عيال الإمام. ف ما يروحون المدرسة، فشغلتهم يجيبون يعتنون بالخيول هذه. You wash? Wash? Okay. طبعا قاعدين يغسلون هذه الخيول، خيولهم صغيرة هنا. هذه الجهة الثانية من النهر، منظر جميل. كل يوم شيء جديد هنا. بس شوفوا المنظر هذا، سبحان الله. تشوفون الضباب أو الغيم على الجبل فوق. كان ودي أوريكم تغيير اللون حق النهر بس ما صار اليوم. يلا الأيام جاية إن شاء الله بعد نرجع نبني بناء، نرجع للبناء. ونخلص البناء حقنا، ننام على هالصوت هذا كل يوم. الخشب هذا البامبو، وهذه شجرة بامبو بعد، هذا يسميه أنا ملك الخشب لأنه يسوون كل حاجة منه.
بيوتهم وأراضيهم وأبد أي شيء أي شيء قطعوا من هالبامبو هذا. احنا شرينا يمكن حوالي الله أعلم ست حبات سبع حبات ولا ثمان حبات عشان نسوي الجلسة هذه اللي قدام النهر. بس حطينا فيها الحديد تبعنا وقلنا بنركز على البيت أول بعدين بنسوي لنا الجلسة حقنا بنسويها إن شاء الله أحلى. Hello. These guys stop raining, so they're gonna go up to the cold falls. طبعا وقف المطر فبيطلعون لل cold springs. صراحة باردة إن شاء الله إني أغطيها في فيديو وتفتح النفس. بس الماي بارد وفوق في الجبل أبرد بعد. هذه آتي عندها صوص جديد طبعا تبيع أظن الكيلو ب120 أو حاجة زي كذا. بس دجاج محترم دجاج بلدي محترم. هذه الغيوم جت بعد مرة ثانية إن شاء الله أنها تمطر. Yeah, right there. Somebody's fishing. هذه شجرة جوافة ما شاء الله. وهذه الشجرة اللي وراها طبعا هذه المنطقة الجبلية اللي أنا ساكن فيها ما شاء الله. بعدين ما شاء الله تبارك الله يمكن 4-5 قوس قزح بعد المطرة اشوفهم هنا ان شاء الله اني اصورهم. معظم الاوقات تكون الكاميرا مش عندي اشوف الهدوء بس. هذه عجوز بليس قاعدة تحرق إن شاء الله ربي يحرقها بنار جهنم والله. هذا صوت أظن قاعدين يتدربون حقين الكنيسة ونهاية اليوم
هذا احنا كسر مكي كسر خاطره بابلو بيمشي. شكلها بتمطر مره ثانيه، احلى شيء خلاص رجعنا البيت ما عندنا مشكله. و جميلة 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 المدينة هذه ونعم الاسم. اشجارها قديمة هذا الجهاز اللي على بابلو على رقبته. طبعا اذا في واحد عنده عزكم الله كلب شريناه، مكي شراه على اساس بابلو ما يزعج الجيران، فكل مره ينبح يضربه شوط كهرب، كل مره ينبح يضربه شوط كهرب شوط كهرب. هذه الارض راحت علينا، باعوها ب70,000 بيسو يا بلاش يا بلاش، ولا مكانها استراتيجي. طبعا بكرة الأحد فكلنا إجازة في الكنيسة، يروحوا الكنائس حقهم، فقاعدين يتمرنون حق بكرة، يتمرنون اليوم حق بكرة. تقدرون تشوفون الغيوم فوق الجبل، هذه مدرسة بس مسكرة الحين. هذه وظائف اي هذا احد قاعد يتدرب على موسيقى. ان شاء الله عاد اليوتيوب ما يمشكلنا بالصوت هذا. خلاص المدينة الحين الساعة 5:19، هذه مدرسة على يسارنا. خلاص الساعة 7 كل شيء يسكر هنا، بعدين من الساعة 10 إلى الساعة 5 ممنوع التجوال، ممنوع أحد يتجول في المدينة إلا إذا فيه شو اسمه يعني شيء مهم، ان مستشفى حاجه زي كذا اوكي، يحطون نقاط تفتيش شرطه ويشيكون على الناس. احلى شيء منطقه امان. طبعا دائما لما نسمع كتباته الناس يخافون من المنطقه هذه، بس احنا في جنوب كتباته الحمد لله، والله ما شفنا شيء، ما شفنا إلا كل الخير. هذا مركز ليك سبو الأصفر، هذا اللي قدام للإخلاء، يعني لو صار امرجنسي ولا شيء ولا حاجة حالة طارئة ولا شيء نقدر منطقة التجمع هنا. طبعا رجعنا البيت، شكلها بتمطر.
نرجع البيت احسن عشان لو جاء مطر. مطرهم اقشر. اصور لكم ان شاء الله. اوكي يا شباب تصبحون على خير. توقيت الفلبين. طبعا شريت غطا جديد حق دبابي. قلت لكم تصبحون على خير ولكن امطرت. سبحان الله لما تمطر هنا شيء عجيب. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. طبعا ما عندنا ولا قطرة ماء. قاعد اقول ان شاء الله انها تمطر. سبحان الله امطرت. على الاقل الخزان حقنا يتعبى. لا هذه سحابة صيف ما هي بالمطرة القوية. يا شباب اشتركوا في القناة واعملوا لايك اعملوا كومنت. في ناس اسألوا عن ايميلي دايما موجود في الديسكريبشن في الشرح. يعني لو بس تضرب مور زيادة مور ويطلع لك ايميلي ويطلع لك كل معلوماتي. حتى الفيسبوك حقي موجود. سبحان الله.